فريق لا يتأثر فنيا رغم رحيل بعض النجوم. بالظبط يعني ما حدش حس امبارح بغياب احمد حجازي. والله كنت لسه اقول لك اتنين مساكين بيلعبوا ما فيش ليهم يعني محمد نجيب كان في كلام السنه اللي فاتت انه هيمشي. بالظبط النهارده محمد نجيب امبارح عامل ماتش رائع جدا ومهما غاب يا كابتن وبيرجع بتلاقيه في الملعب قائد ومميز وبيأدي بشكل ممتاز. رامي ربيعه امبارح رجع فورمه، النهارده دخل المنتخب. اجاي امبارح عامل شغل كويس بس ما كانش موفق، لو كان موفق امبارح كان الماتش رايح من بدري. اديني بقى جمله كده على نجيب طالما حضرتك ذكرته. نجيب يعني اديني جمله على التزام. نجيب بص يا كابتن، بص يا كابتن، نجيب النجم المحترم الخلوق الكفء فنيا اللي هو مهما غاب بيرجع وهو فورمه وهم مستوى، مهما غاب عن الملعب عمره ما رجع وخذل النادي الاهلي. بالظبط عمره ما رجع وخذل النادي الاهلي وعمره ما عمل مشكله ولا سمع صوت ولا حد سمع له صوت، ما شاء الله عليه ما شاء الله. وامبارح شايل جون لو جه كان الماتش لا طبعا قمه في الالتزام. مع ان الناس دايما بتيجي عليه النادي الاهلي، النادي الاهلي بصفه عامه معياره هو المعيار الاخلاقي بالنسبه لاي لعيب. في لعيبه كانت مضت في النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت دي وخلاص جاي النادي الاهلي كتر كلامها واللوكلوك بتاعها ما خلاش تيجي النادي الاهلي. بالظبط وفي لعيبه مضت في النادي الاهلي وخدت عقودها لمجرد انها لقت في الكلام او في الفلوس او يعني دي ثقافه جوه النادي الاهلي. اكم من لاعبين كانوا بيمضوا لو يقول لك وقت ما تحب تمشي او عاوز ترجع في كلامك او عاوز تكمل فرقتك اطلب عقودك هتوصلك. بالظبط فده يعني النادي الاهلي مش بيجري مش عاوز يخطف لاعب، لكن هو اللي بيجي عنده برغبته بينصهر مع اللعيبه وشويه شويه بيبقى بياخد ثقافه النادي الاهلي اللي بتنتقل له من كل العناصر اللي حواليه اللي بتساعده على النجاح والابداع. اكيد يعني انا اكد على كلام الاستاذ ابو المعاط، النادي الاهلي يا جماعه اللي بيدخلوا فيه لسته كده بالاخلاق والالتزام والادب لسته بس مش مكتوبه، انت تشوفها تحسها ثقافه متناقله. لكن هي بالظبط ثقافه متناقله من لعيب للعيب. بالظبط بص يا كابتن وتلاقي ناس اللعيبه القدام لو في لعيب موجود في الفرقه تلاقيه لو شافه حتى معدي في الجنينه يندهله ينقل له خبراته. بالظبط